الى ممكن تعاودي لنا مثلا على الحادثه وكيفاش تلاقيتوا نتوما الخبر وشنو بالضبط فين كانت وشنو كانوا كيديروا كيفاش وصلكم نتوما الخبر فيها؟ انا مشات الافران الجمعيه داروها لهم في المدرسه مشات عليها الافران ومشات ودوزوا وجه هما جايين من جايين هي هذيك من قال سامع عليا ما بيا تجاو الناس غوتوا عليا قالوا لي راه الكارت تقلب بيا ملي مشينا لسيدي قاسم ولحقنا لتما كاينه لقيت بنتي ميته قالوا لي بلاتي ولاتي ما خلوناش ندخلوا على الاخر حنا نتبردغوا تما كاين على الاخر عاد لقيت بنتي راه ميته هذا هو الكلام. شي قبل ما تمشي مثلا كيفاش كانت العلاقه ديالها معاك؟ مزيانه القرايه وداروا داك الشيء ما انا ما قارياش داك الشيء داروا ديال القران عطاوهم ربع البنات بالله غادي يكتبوه ها وداك الشيء يكتبوا كتبت بنيتي سالات فضات عطاوهم عرفت 15 شحال عطاوهم في 19 ونص ديال هذاك الشيء ديال داك بنيتي كانت عارف تقرا ديال الاسلاميه وزوينه بنتي ما مشات ما فيها حتى شي حاجه زعما كانت مريضه ولا كانت شي حاجه ما فيها حتى شي حاجه غادي على خير وبخير. شنو هي الحاجه مثلا اخر حاجه قالتها لك قبل ما تمشي مثلا؟ ملي مشات من هنا كتعنقني وكتقول لي الحبيبه امي حبيبتي امي امتي انا غادا امي على خير وبخير ما فيا حتى شي حاجه ما مش. انا على الحاجه ماما حبيبتي تما كاينه وغادا نغوت عليك دوزت النهار كامل ملي تما جايه قال مع 8 ولا ما عرفت مع ديك السبعه ولا الله اعلم صونات عليا وصلت لي ماما قلت لها العام قالت لي انا ماما جايبه لك احسن كادو جايبه لك من تما كاينه قلت لها اش فيها ما بنيتي انت شديتي الفلوس بزاف اللي غادا تمشي تجيبي لي الكادو قالت لي ماما خيرك سابق فيما كتقولي لي نقول لك الحاجه كتعطيها ليا قالت لي انا جايبه لك كرمه وفيها فيها الام فيها الاب جايبها لك هذه هي ملي وليت شويه قلت لها بنيتي معاها اش غادا تجي واش نمشي للكار نتلقى لك ولا شي حاجه قالت لي لا رانا هضرت مع بابا وقال لي بابا راه سيري رانا ملي غادي ملي غنتقرب راه قلت لبابا ملي نقرب للباب القصيرين يحطونا هنا في دار الشباب رانا عنصوني على بابا يجي لي يجيبني هذه هي الكلمه الاخرى اللي سمعنا منها صافي هذه الكلمه الاخرى اللي سمعت منها الحمد لله كانت معايا بنتي على خير وبخير والضحك واللعب وما خليت ما صاوبت لبنتي وما سقت ليها في الليل درت لها الماكله درت لها طيبت لها الدجاج حمرته لها ودرت لها المسكوته ودرت قليت ليها وصاوبت ليها وكل شيء وبنتي فرحانه غاده فرحانه 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 كي ولات بهذيك الفرحه كي ولات وقال هذيك الساعه بنتي كانت غادا تموت ليا كي ولات بهذيك الفرحه تقول على جمال كي دايره بالزين وكتزوق بالزين كتحمق وهي هذه هي الهضره هذه هي الهضره حبيبي الله يرحم بنيتي واتي يا بالرحمن الله يوسع عليها الله يفرشها بالرضا الله يجعل ربي تكون من 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 اهل محمد الحبيب هادشي اللي غنقول لبنيتي الله يرضي عليها والله يرضي عليها والله يرضي عليها والله يرضي عليها الغزاله ديالي والزينه ديالي مع مقالي مشاور المهبلاني حبيبي حبيبي كوشتيها كي دايره حبيبي البتسم ديالها كي دايره حبيبي وكلشي البنات كيحمقوا عليها وكلشي الولاد كيحمقوا عليها البنت كتقرا كلشي كتجيب فيه كلشي صحيح عمر هذيك البنت ما سقطتي عمر هذيك البنت ما درتي عليها البنات اللي ما كيقراوش هي كتوريهم كيجيو عندنا ونرحب بهم ونقعدهم ونوكلهم ونشربهم هاد 14 عام صافي هي اللي كنت متكيه عليها والله هي اللي كنت متكيه عليها والله اسمع دوينا كنت متكيه عليها والله هذا اللي عطاونا من ديال حبيبي هذا والله كنقول هي اللي تخدم عليا وتكون بيا هي ساعدها لي الله تنتمنى من عبد الله تنتمنى من عبد الله غنخرج شي حاجه وغنخدم عليكم ونعاود كل شيء خوتي بابا حبيبي مفرس من رجلك ونعاود بابا حبيبي مزيان قلت لها بنيتي قلت لها بابا حبيبي انت حاجه مخسر ليا دائما تهلا فيا ممكن مشربني تتشد في الدراسه تقريني مزيان
وتدير لي السوايع ولات عاوتاني قالت لي حيد لك السوايع بقات تدير لي عافا البورطابل تدير لك الشيك. واش نتمنى واحد القضيه نقول لك بنيتي مسكينه هذيك البنت ما مخلوقاش كتمنى شي حاجه مدارها وداها لي الله هي اللي عندي ما عندي حتى شي حاجه هي اللي عندي وتنطلب من عبد الله الله يجعل ربي وجلاله الملك الحبيب الله ينصرو وعماد الصديق قاسم وصعب القصيري هنايا وسير عبد الرحيم وولد القسوس وكل شيء الحباب كلهم اللي هنايا كلهم قاموا مع الحاج العسال وكل شيء مساكن داروا معنا هنايا مساكن وجابوا عندنا ذات الشيء وسعاده الباشا الله عمر له الدار وسعاده العامل كلهم جاوا عندنا مساكن اليوم وجابوا لنا هذا الشيء شافوا عندي الجنازه بزاف جاوا عندي بزاف عطاو جابوا لي الشيء ديال جابوا الشيء اللي غيعزيهم اللي هنايا عطاهم سيدنا وراه هذا الشيء قايم معنا كل شيء هذا الحباب ديالنا كل شيء هنايا وتنطلب من عبد الله الله يجعل سيدي ربي يشوف هنا والله عمر سيدنا وسيدنا سيدنا حبيبي الله كاين اللي كيقول سيدنا كاين اللي كيقول بانه الكار كان هز العدد ديال البليس اكثر من قالوا هز 11 واحد او 8 او 9 زايدين البنت اللي كانت مع بنتي صاحبه بنتي هز من المكناس بنت هذا هز من المكناس زياده وهذا الشيء واش ثقيل اكيد سبعه انت كتقول سبعه ديال الناس سبعه ديال الناس هما اللي تيقولوا زايدين زايدين على العدد زادوا على العدد زادوا من المكان تزادوا هذا بنتو بنتي دابا بنتي انا في الخطر دابا نيت وانا كتسنى الدواء والله ما جا عندي لدابا انا كنقولها مباشره قدام كاميرا الدواء ما وصلش عندي بنتي راه كتموت في الدار مشيت للطبيب تيقول لي حق الدواء هادشي اللي عندي وانا باش مضروبه من راسها مضروبه من رجليها والدواء ما كايناش والسيدنا تيخبر الناس يقول لهم اودي انا كنتكلب هاد الناس ما مشيتش للدكتوره ديال السبيطار هنا كتقول لي الدواء فين وهاد الدواء سيدي باسكو ما فيها والو حقه ومن 30 ل 40 ورجع عندنا نعطيك الدواء ونعطيك شي طبيب نفساني السبيطار ديال القصيري هنايا المقدم عطيه الاوراق ديال الادويه عطاني السيد قاسم مشيت هنا ما لقيتهم عطاتني كاينه وحده كتساوي 20 درهم